طبعا شوط النهارده هو سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي اللي عمل لقطه جميله جدا بعدما سجل هدف فريقه الثاني قبل نهايه الشوط الاول في شباك اتحاد جده في ذهاب ربع النهائي لدوري ابطال اسيا. وبالرغم انه الطبيعي انه اللاعب يحتفل بالهدف، لكنه برغم انه هدف مؤثر جدا في مشواره الفريق، لكنه الراجل فضل انه يروح لعبد الله المعيوف، كان حارس الهلال وزميله السابق، راح له طيب بخاطره وسلم عليه. طبعا الدوسري وعبد الله المعيوف اصحاب وحبايب ولعبوا كتير جدا مع بعض خلال المواسم اللي فاتت، عشان كده سالم الدوسري رفض انه يحتفل بعدما سجل هدف فريقه الثاني في المباراه وهدفه الشخصي الرابع في دوري ابطال اسيا. طبعا لقطه حلوه جدا فيها حرص انه يواسي زميله السابق بعدما يسجل هدف، فيه لقطه جميله وروعه جدا جدا فيها معانا الروح الرياضيه، وان المنافسه حتى في ارض الملعب بتبقى اجمل مع انها تتحلى بالروح الرياضيه، وده مش كتير ومش قليل على لعيبه كبيره زي دي.